السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت فيديو واحد بيقول ان هو دور على كلمة الارهاب في القرآن فتطلع له 1000 كلمة فيها ارهاب. طيب خلينا ندور في هنا، ممكن ندور على الكلمة بعينها، يعني ممكن تقول مثلا كلمة ارهابي فاكيد هيقول لك مفيش الارهاب، مفيش. طيب في حاجة بقى اسمها على مستوى الجذر، يعني على مستوى الجذر ايه؟ يعني لو كتبت عمر عين ميم ره هيجيب لك بقى ايه العمرة وتعمير وكل كلمة ليها علاقة بالجذر دوت. يعني كده احنا مش هنسيب ولا كلمة ليها علاقة بالارهاب في القرآن الكريم كله. وعلى حسب كلامه دور على كلمة الارهاب فلقى 1000 مرة. تمام، طيب مفيش مشكلة. انا رحت مختار على مستوى الجذر واخترت من سورة الفاتحة الآية 1 لحد سورة الناس الآية 7، يعني من اول مصحف لاخر مصحف، وهنكتب كلمة رهاب بحيث أي حاجة ليها علاقة بالمادة دي تطلع معانا. فنيجي نعمل بحث ونشوف هيطلع معانا كم مرة. طلع معايا 12 مرة مش 1000 مرة. طيب تعال نشوفهم بقى الـ12 مرة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. هنا ربنا بيقول لنا خافوا من ربنا، ارهبوا ربنا، ملهاش علاقة. طيب الآية التانية، لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. رهبان يعني ملهاش، يعني بيرهبوا من ربنا، ملهاش علاقة بالإرهاب. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أيها الناس واسترهبوهم، ملهاش علاقة بالإرهاب. او لو ليها علاقة بالإرهاب فهي سحر فرعون. تمام، ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. تمام، الرهبة من ربنا، الخوف من ربنا. طيب الآية اللي احنا هنركز عليها اللي هي رقم 5، اللي هي سورة الأنفال الآية رقم 60. تمام، هنركز عليها بس نشوف بقية الآيات ونرجع لدي، لأن أنا عايز اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، فمالهاش علاقة بالتخويف والرعب والفزع اللي هو كان عمال يتكلم عليهم. الآية اللي بعديها، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، مالهاش علاقة وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وادعوا لنا رغبة ورهبة، ملهاش علاقة برضه، واضمم إليك جناحك من الرهب. تمام، دي قصة موسى. طيب بعد كده، ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم، وآتينا الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحبة ورهبانية، ملهاش علاقة بالإرهاب، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. طيب تعالى نروح بقى الآية اللي هي عاملة مشكلة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. دي أكتر آية بعيدة عن الإرهاب، دي أكتر آية بيقول لك إيه؟ أنت عشان تتجنب الحرب لازم يكون عندك قوة عسكرية، عامل إعداد بحيث إن ده هيتجنب إن حد يعتدي عليك. ما بيقولش جهزوا جيش عشان تروحوا تعتدوا على غيركم، ده بيقولك انت الدولة بتاعتك لازم يبقى عندها جيش عشان محدش يجي يعتدي عليك ويحصل حرب. وده هتلاقيه في كتاب فن الحرب اللي هو ارت اوف وور لسانتوزو، وده الكتاب ده من الاف السنين، بيقولك ان انت عشان تتجنب الحرب لازم تكون قوي، ولازم يكون، وان اقصر قائد عسكري هو اللي عنده الخبرة العسكرية واللي يستحق التقدير، اللي هو يقدر يرهب العدو بحيث ان هو ما يضطرش ان هو يخش حرب، وان هو يتجنب الحرب، وان افضل قائد هو اللي يتجنب الحرب. الكتاب انا ترجمته وقعدت اشرحه من غير ما احط فيه ارهاب والكلام الفارغ اللي هم بيقولوا عليه دوت. فهي الايه دي، وعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم. طب احنا رايحين نعتدي على الاخرين من دونهم؟ لا، بس انت لما يبقى عندك جيش وقوه في الدولة بتاعتك ده هيخلي الناس تبتعد انها تحتك بيك او انها تعمل معاك مشاكل وهكذا. فزي ما انت شايف الكلام كذب، حكاية 1000 كلمة فيها ارهاب وكده، هي
كل الآيات كلها الخوف من الله تقريبا، أو كلمة رهبانا، أو رغم إن احنا دورنا بالجذر بحيث إن احنا ما نسيبش أي كلمة. تمام، الكلام كله يعني ما فيش آية في القرآن نخجل منها، كلها آيات من عند ربنا نفتخر بيها. الآية الوحيدة اللي فيها كلمة ترهبون بعد والله، دي أكتر آية بتقلل الإرهاب وبتقلل القتال اللي بيننا وبين الأعداء والحاجات دي كلها. مقصود بيها إن أنت يبقى عندك جيش قوي تدافع بيه عن نفسك، تمام، فساعتها كل اللي حواليك هيخافوا ومحدش فيهم هيعتدي عليك.